كل دقيقة وكل ثانية تمر هو يعتبر بطبيعة الحال مضيعة للوقت. نحن نعرف جيدا ماذا نعني بتدبير الكوارث، ونعني نعرف جيدا ماذا نعني بتدبير المخاطر الصحية. مررنا بالعديد من الأزمات بما في ذلك الأزمة الصحية كوفيد 19 والقارة الأفريقية، هنالك العديد من الفوارق وانعدام العدالة. هل هذا هي الظاهرة كيف يمكننا معالجتها؟ لابد من بذل مضاعفة الجهود وأيضا استسقاء العبر والدروس من عمل مركز الحماية ومكافحة الأوبئة والحماية منها. لدينا هذا السياق، السياق هو محدد، ولكن لسوء الحظ إلى حد الآن ليس هنالك يعني تدفق للنقاط في نفس المكان. نحاول من كل هذا أن نقوم بخلق حلول لإشكالية مختلفة، وأهم حل هنا إذا تمكنا من إخراجه إلى حيز التنفيذ من خلال خارطة الطريق التي يمكن أن تكون ما نسميه نحن بالحجر الأساس الذي سوف يقودنا لبناية مشاريع أخرى داخل القارة. حتى نتحدث عن السيادة أو السيادة الصحية، لن نتمكن من خلق هذه السيادة الصحية إذا لم نقم بإيجاد حلول واستجابات للبيئة، للمناخ، وأيضا للأزمة الغذائية. القارة الأفريقية هي القارة الأكثر شبابية في العالم، لدينا 8 مليارات، وصلنا إلى سنة يعني بفضل ما نسمي نسبة الخصوبة، وأيضا لدينا هذه الساكنة والشعب الأكثر شبابية والأكثر شبابية في العالم، وهذا من أهم العمل. القارة الأفريقية هي تعتبر قارة غنية بالموارد الطبيعية وبالموارد البشرية، لن نقف مكتوفي الأيدي من دون استغلال واستثمار في هذه الموارد البشرية. والآن هذه الكفاءات لابد من مضاعفتها، ويجب علينا أن نحاول القيام بعمليات تبادلية والخروج بأجوبة واستجابات لهذه الإشكاليات والإكراهات في عين المكان. وأيضا التكنولوجيا التي سوف تغير مهن الصحة، تعرفون جيدا هذا الأمر. لدينا الطب لن يبقى كما هو، أو علاجي كما يمكن أن نسميها الكوراتيف أو العلاجي. الآن لدينا هذه التكييفات، وأيضا لدينا ما نسميه بالجينومات، ولدينا بالبيتابوليزم، وكلها يعني تكلف كثيرا من منظور مالي وتمويلي. والآن ماذا ينبغي علينا القيام به؟ لابد من أن نشتغل في نفس المنظور وبطريقة ابتكارية حتى نحاول أن تكون لدينا نظرة واحدة تقليص المخاطر. صاحب الجلالة قال مرات عديدة أفريقيا الآن هي تحت، يمكنها أن تعتمد على أفريقيا، أفريقيا تعتمد على أفريقيا، البلدان الأفريقية عاشت أفريقيا.